ولمناقشة الموجة الثانية من انتفاضة تشرين والعصيان المدني المفتوح انضم إلينا الشيخ فائز الشاووش الناشط السياسي. مرحبا بك معنا شيخ فائز. ماذا يعني دخول التظاهرات في موجتها الثانية عبر إضراب عام وعصيان مدني شل أوصال مؤسسات الحكومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وتحية إلى الثوار البواسل العماجد الذين سيعيدون التاريخ للعراق وخلاصه من أتجار إيران جارة السوء والشر. وبالتالي هذه المظاهرات، عندما حصلت هذه المظاهرات واشترك فيها العامل والفلاح والطبقة المثقفة من طلبة الجامعات والمدارس والصيادلة والكليات، هذا أكبر دليل بأن الشعب الآن أصبح متلاحم ومتوحد لإنهاء العراق من الهيمنة الإيرانية. وبالتالي ما يحصل الآن هو أمام الحكومة بالضبط مثل ما أشار تقريركم، أو المجابهة العلنية للشعب، وهذا سيدخل البلاد في حالة فوضى عارمة، أو الإنهاء وجودهم وإنقاذ العراق من هذه الطبقة السياسية التي لم تأتي للعراق إلا بالشر والدمار وانتشار المخدرات وبيع الأعضاء البشرية وهيمنة إيران وميليشياتها وأحزابها الطائفية على الملف الأمني والسياسي والاقتصادي بالعراق نهائي بالكامل. وبالتالي لن يبقى أمام المحتجين وأمام الشعب العراقي بالكامل إلا الوحدة والصمود والتلاحم لإنهاء جميع مخلفات الاحتلال وجميع هيمنة إيران على العراق وإعادة العراق إلى وضعه الطبيعي. نعم شيخ فائز، يعني الآن وكما نشاهد على شاشة الرافدين عاجل اللجنة المنظمة للتظاهرات تثمن دعوة نقابتي المعلمين والمهندسين في العراق بتمديد إضرابهم أسبوعا آخر. شيخ فائز، المتظاهرون في محافظة ميسان قاموا بقطع طريق منفذ الشيب الحدودي بين العراق وإيران، برأيك ما هي الرسالة التي يريد المتظاهرون والمعتصمون إيصالها؟ يعني بكل تأكيد هذه هي أقوى رسالة إلى النظام الإيراني، بأننا كشعب اليوم وعينا ما خططه ساسة العراق مما يدعون يمثلون المكون الشيعي والسني، وهذا يعد أكبر رسالة أن العراق له شعب يحميه وله شعب يصمد وحتى مستعد لتقديم كل التضحيات بكل الوسائل من أجل ردع إيران وعدم تدخلها في العراق والمنطقة وضررها على المصالح الدولية. نعم الشيخ فائز، بالتوازي مع ذلك نزل الآلاف من الطلاب إلى شوارع العاصمة بغداد وبقية المحافظات معلنين استمرار إضرابهم عن الدوام. دعم هذه الحركة الطلابية يعني لهذا الحراك كيف سيساهم في نجاح العصيان والإضراب المدني المفتوح؟ يعني هناك نقطتين مهمة. أولا، هذه الاحتجاجات أو هذه الثورة هي ثورة شبابية بعيدة، يعني خلنا نتكلم بالصراحة عن العمايم وعن بعض العقل المرتزقة للجارة إيران. ومن الجانب الثاني، من المعروف في كل العالم عندما تخرج طلبة الجامعات أي الطبقة المثقفة والنقابات، نقابة الصيادلة ونقابة المعلمين ونقابة المهندسين، هذا دليل بأنه وعي متزايد وإصرار متزايد على إنهاء جميع التدخلات الخارجية وفي مقدمتها تدخل إيران وهيمنة إيران على الملف العراقي. وبالتالي أعتقد الآن أصبح من الواضح 100% أو 1000% بأن لا تراجع في هذه الاحتجاجات إلا بإنهاء جميع مخلفات ما جاء به الاحتلال الأمريكي والتدخلات الإيرانية. نعم، يعني دخول محافظة ديالى على خط التظاهرات والاعتصامات والمحاولات التي تجري في الأنبار والموصل لكسر الحظر الحكومي للتظاهر، ألا يعني يكسب ذلك الحراك الشعبي زخما أكثر؟ ضربة جديدة إلى الحكومة والأحزاب الطائفية الحاكمة بأن هناك التحقت محافظة ديالى وهي التي تعد جارة لإيران ومتحدية كل التخويف والترهيب
من قبل إيران وعملاء إيران وميليشيات إيران، وبالتالي أصبحت هذه المظاهرات شاملة بكل مكونات الشعب العراقي وبكل صنوفهم من طلبة وجامعات ومهندسين وفيادلة وأطباء وعمال وفلاحين، وبالتالي هذه أصبحت ثورة وليس تظاهرة، لأن التظاهرة هي تعبير للمطالبة بحقوق، والثورة هي وصول الشعب العراقي إلى درجة اليأس، لأن هذه الطبقة السياسية جربت خلال 17 عام لم تأتي بأي حقوق أبناء الشعب العراقي، وبالتالي أصبح من الواجب الحتمي القانوني والأخلاقي والشرعي إنهاء جميع ملفات العملية السياسية وما يجري من بعض الشخصيات الهزيلة أو بعض الجهات التي تحاول الالتفاف من النقطة الرئيسية، الاكتفاء بسقوط عبد المهدي ووزارة عبد المهدي. هذا يعني قلناها سابقا عدة مرات بأن التغيير ليس بتغيير الوجوه إنما بالمشروع، وهو هذه الحالة الالتفاف لإنقاذ المشروع السياسي من السقوط والاكتفاء باستبدال عبد المهدي ووزرائه من بقية من قبل الأحزاب. نعم، الناشط السياسي فائز الشاوش كان معنا، شكرا جزيلا لك.